وهذه قضية مهمة جدا، هي قاعدة شرعية عند أهل السنة يخالف فيها غيرهم من المبتدعة، ألا وهي أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة هي أنهم يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الأدلة، يستدلون ثم يعتقدون، فلا تكون عقيدة إلا والدليل قد سبقها، بينما أهل الباطل يعتقدون تبعا لأهوائهم ثم بعد ذلك يبحثون عن الأدلة التي تساند عقيدتهم، وهذه قضية مهمة جدا. وهذا الذي نراه في هذه المسألة، هم اعتقدوا انتهوا أن عليا هو المقدم، أن عليا هو المنصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى، انتهى الأمر، انتهت العقيدة. طيب ما الدليل على هذا؟ بدأوا يبحثون عن الأدلة، فصاروا يتكلفون تكلفا عظيما في لي أعناق الأدلة أو لي أعناق الآيات لكي تستجيب لمرادهم. فضربنا أمثلة لذلك، أو هو ضرب أمثلة لذلك من خلال الآيات 50 التي ذكرها، وأنا وعدت أن آتي بآيات أخرى، وحتى التي سآتي بها هي قليل من كثير من كثير. نعم، نعم، لأنهم يقولون ثلث القرآن في آل البيت، في آل البيت. نعم. يعني تصور يعني أكثر من 2000 آية في آل البيت، أنا فقط سآتي بخمسين تلو الخمسين. جميل. هو أتى بخمسين، أنا آتي بخمسين أخرى تدل على أنهم يتخبطون في هذه المسألة ويتعنتون كتعنت بني إسرائيل في فهم نصوص آيات كتاب الله تبارك وتعالى.